خدمة صحية. نتمنى تكون في المستوى. هذه الورشة هذه متعلقة بنساء توعية صعبة، عرفت حضور عدد كبير، يمكن نقولوا أكبر عدد من المشاركين فيها. إنما كانت بتأطير وتسير ذكوري، وخا كان فيها مجموعة النساء. الشيء اللي كيوضح اهتمام النساء ديالنا والوعي ديالهم بالمشاكل اللي كتعاني منها المرأة، خصوصا نساء اللي ما كيزاولوش شي عمل، أو نساء في العمل القروي، أو نساء مطلقات أو إلى آخره. هذه الورشة هي آخر شيء يمكن نقولوا توصلنا نعملوه إلى حدود الآن، ابتداء من شهر يونيو 2018 إلى حدود الآن، واللي يمكن نعتبروها نقطة بداية للاشتغال بطريقة تشاركية لتنزيل استراتيجية بطريقة واقعية وقابلة للتطبيق. كانت هناك تطرقت بعد هذه الورشة إلى نقطة محورين أساسيين. المحور الأول كانت هناك مجموعة من ملاحظات إضافات بعد مناقشة المشروع الاستراتيجية، والنقطة الثانية اللي تطرقنا فيها لسياق التنزيل. بالنسبة للنقطة الأولى اللي كانت مجموعة من الملاحظات، من بينها ترى الأخوات أن المشروع ما كيتضمنش الإشارة إلى تعاونية النساء في المجال الحضري، لأنه تطرق توصل النساء في العالم القروي، كانت عدم الإشارة إلى المقاولات النسائية، مقاولات ذاتية، على اعتبار أن مجموعة من النساء ما كيبغوش يخدموا في واحد بهدف إطار جماعي، عدم الإشارة إلى المساواة المهنية. أن الاستراتيجية كذلك اهتمت فقط بالنساء في وضعية صعبة وما تطرقتش للنساء المطلقات سائلوا كذلك عن دور الجهة اللي اقتصر فقط على إدماج المرأة في وضعية صعبة باعتبارها أنها أعدت الاستراتيجية، في حين أن الجهة ماشي هي اللي أعدت الاستراتيجية، جهة مطالبة بالتنزيل ديالها فقط. تسألوا كذلك عن دور المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في تنزيل المقتضيات القانونية التنزيلية 111/114/112/114. سألوا كذلك عن حق المرأة في التعليم، عن ضرورة الترافع في مجال التعليم والوصاية، واللجوء إلى البرامج الإذاعية أو إدماجها في المقررات التعليمية كطرق تحسيسية. من بعد جات مجموعة من الاقتراحات أو الإضافات، أولهم وأهمهم هو التمكين الاقتصادي لفائدة النساء، اللي كيبقى أكبر عائق أمام النساء المطالبة بالحقوق ديالهم. بالنسبة للإضافات، كانت مقترحات كانت ليغاليتي بروفيسيونيل أو المساواة المهنية، ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية لتنزيل هذه الاستراتيجية، ضرورة تحسيس الرجال حتى هما بهذا الموضوع باعتبارهم هما المسؤولين على هذا الشيء اللي كتعني المرأة. ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة، سحب عليك كمل. القضاء على الصورة النمطية اللي كنرجوها دور المرأة، اللي تتردوا عليها الأهداف ديالنا واللي مازال كتروج إلى حد الآن. وفي الأخير كانت المطالبة بالأكسي على لافورماسيون إي لافورماتيزاسيون. في النقطة الثانية كانت عندنا سياق التنزيل اللي طرقنا فيها جوج الأشياء. قلنا بأن كاين جوج طرق ناجعة لتنزيل هذه الاستراتيجية، كاين أول حاجة إما وضع مشروع رسمي لدى مصالح الجهة على أساس أن هي اللي غتقوم بالتنزيل، ويكون هناك تتبع ومواكبة من طرف واحد البوزيتيف اللي هو ممارسة الجهة واللي مقربة لنا. ثاني حاجة إما تكون عن طريق اتفاقيات شراكة بين الجهة وجمعية المجتمع المدني في هذا الإطار. وشكراً.